لا قلت في الريلز قدام كنت درت واحد ريل على بانير براند وقلت بان يمكن لك تشرب 3 شهور فابور الى اخره. مؤخرا وادي البارح لقيت واحد لاصال كاين هنايا يمكن لك تريني 3 شهور فابور ولا سير 3 شهور ما بغيتيش تكمل ما تكملش. هاد الحوايج هادو كنلقاهم غير في ميريكان. علاش؟ لان كاينه فيها المنافسه، والمنافسه كتخلق اوبورتونيتي نقدروا نقولوا فرص للكلاينت والناس باش يقدروا يلقاو دي بخي مزيانين، لا من الحوايج لا من الماكله عن طريق الكوبونز لا من بحال هاد اللعيبات هادو ديال شهر فابور شهرين فابور. نقدر المره الجايه نبقى نحاول نبارطاج معكم اكثر بحال هادي. هاد لاصال هذا هو لاصال لوكال كاين غير هنايا في هاد الاريا هادي وقيله ايست تنسي اللي فيها هذا، ولكن كنظن الا قلبتوا بالنسبه للمغاربه اللي عايشين في امريكا الا قلبتوا غتلقاو شي لاصال داير شي حاجه بحال هكا في المنطقه ديالكم.